أما جريدة الأخبار فركزت على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرار جمهوري بالعفو عن 232 من الشباب المحبوسين. السيسي يوجه وزير الداخلية بأن يتناول المفرج عنهم السحور في منازلهم. أكد الرئيس أنه ليس هناك أي تدخل في عمل لجنة العفو الرئاسي، ولكن يتم التصديق فقط على القرار النهائي الصادر وفقا لتوصيات تلك اللجنة.